هو نقدم بمعنى سؤال الفرن لما ماشيين ورا ابو غنوم قلت له معاه مرته دقله ابو سلطان ومن ده قال له نفذ او شو يعني هو ترديت صرت اوقف يعني ما بدي صرت اتجادل انه يا هذاك طلع الفرد وضرب ليش هيك عملته يعني؟ انا ما كنت متوقع انه تعمله هيك، قال لي قلت له يعني بس انه متكون مره هو سلطان، قال لي لا هيك بده المعلم. حاسبوه 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 حاسبوه